في الماضي كان السمن النباتي والحيواني هو المسيطر على عادات تحضير الوجبات لدى المستهلكين في السوق المحلي. وفي عام 1981 تم تدشين منتج جديد ساهم بتغيير جذري لأنماط الاستهلاك من استخدام السمن للاستخدام الصحي للزيوت النباتية. تم إطلاق زيت عافية كأول زيت ذرة منتج في المملكة العربية السعودية آنذاك، وكانت عافية حريصة على إطلاق حملات توعوية تدعو جميع المستهلكين لاتباع نظام غذائي سليم من أجل قلب صحي معافى بإبراز فوائد زيت الذرة، وهو خفيف على المعدة وخالي من الكوليسترول. وفي 4 عقود أثمر عملنا بجد واجتهاد عن المزيد من النمو والتقدم، عقبه توسع وتنوع في عملياتنا ومنتجاتنا. حرصنا على التعرف على احتياجات مستهلكين وتفضيلاتهم ساهم في ريادة عافية لسوق زيوت الطعام، وجعلها واحدة من أعرق وأشهر العلامات التجارية في الشرق الأوسط. في عام 1981 بدأ الإنتاج في مصنع شركة عافية العالمية كأول وأكبر مصنع من نوعه في المنطقة بطاقة مقدارها 40,000 طن سنوي، حتى وصلنا إلى يومنا الحالي لطاقة إنتاجية تقارب 600,000 طن تلبية لاحتياجات السوق المحلي والتصدير لدول الخليج ودول الشام أيضا. يتم إنتاج زيت عافية من أفضل المحاصيل حول العالم. حيث تمر عملية الإنتاج بإجراءات صارمة تضمن الحصول على أعلى جودة ممكنة. يطبق المصنع أحدث التقنيات في إنتاج وتغليف زيوت الطعام وإدارة المخازن وإدارة الجودة. حيث حصل المصنع على العديد من شهادات الجودة مثل شهادة حلال وشهادة البي آر سي والآيزو والآر إس بي أو. الأسس التي جعلت شركة عافية العالمية الأفضل في مجالها هي استقرار الطاقة الإنتاجية على مدار العام، التأكد من وجود بيئة عمل مناسبة للفريق، وامتثال الشركة للقيم والأخلاق التي وضعتها صافولا. أحد أهم النقاط التي تميز مصنع عافية هي الخبرات المتراكمة والمهارات العالية لدى فريق عملنا، واهتمامنا الدائم بتدريب وتطوير المهارات الواعدة لتقديم أفضل المنتجات للمستهلكين. نحن فخورون بانضمامنا لبرنامج صنع في السعودية باعتبارنا الشريك الرائد في إنتاج الزيوت في المملكة والعالم العربي، وبفضل من الله استطعنا أن نثبت قدرة المصانع والأيدي الوطنية في صناعة منتجات وفق أعلى المعايير العالمية. عافية صنع في السعودية.